صباح الخير مرة أخرى للجميع. تكملة في شابتر 1، درس اليوم المهم جدا هو عبارة عن اللينير فانكشن. اللينير فانكشن يعني الاقتران الخطي، الاقتران الخطي معناه لينير فانكشن، الاقتران الخطي. وأي اقتران فانكشن، أي اقتران خطي لينير فانكشن، في له صورة عامة. هاي الصورة العامة للاقتران الخطي، الصورة العامة لإله كيف شكلها؟ y تساوي ax plus b، تمام؟ لاحظوا أعلى قوة لx واحد، عشان هيك هاي رسمة خط مستقيم، وبالتالي a و b أرقام ثوابت، يعني هون عندنا a و b أرقام أعداد حقيقية تنتمي للريال نمبرز، و y بتكون موضوع القانون بنكتبها بهاي الصورة. فهاي الحالة لما نكتب واي موضوع القانون، معامل اكس بنسميه سلوب، سلوب يعني الميل. كيف أطلع الميل؟ لازم تكون واي موضوع القانون. لما بتكون واي موضوع القانون، بيكون معامل سين هو الميل، تمام؟ بنسميه سلوب بتاع الخط المستقيم. هلأ بدي أعطيكم أمثلة كيف نطلع السلوب، كيف نطلع الإكس انترسبت، يعني وين بقطع هذا الخط المستقيم محور سين، وين بقطع محور صاد، واي انترسبت. كل هاي المراجعات من خلال أمثلة. مثلا نيجي على إكزامبل، إكزامبل مثلا على فرض إنه في عندنا linear function، consider this linear function. اوكي، مثلا على فرض انا جيت اعطيتكم الخط المستقيم التالي، مثلا حكيت بدنا ناخذ مثلا 3 اكس زائد 6 واي تساوي مثلا، على فرض بدنا نحكي بيساوي الجواب مثلا 18، تمام. هلا في هاي الحالة بدنا نجاوب على بعض الأسئلة. أول سؤال، right أو بدل رايت؟ ممكن نحكيها بطريقة ثانية زي ما عملنا في النقاش 1.1، مثلا ممكن نحكي solve for y. يلا مين يساعدني؟ شو يعني solve for y؟ يعني بدي أخلي y موضوع القانون. فشو رأيكم نخلي y موضوع القانون؟ اللي بيعرف يرفع إيده. يلا نشوف، نقدر يلا صاد يلا يا أحمد. نقدر صاد هذا درس 1.3، يلا واحد 1.3، يلا حل لي هاي المعادلة وخلي لي واي موضوع القانون. يلا اشوف شو لازم نعمل. هاي اسمع احمد عماد الاكس شو بدنا نقطة نعمل؟ معادلة الإكس ممتاز، اذا بدي اجي اعمل ناقص 3 اكس ناقص 3 اكس، اوكي. بعدين هذول بروحوا مع بعض، بضل عندي ايش؟ 6 واي تساوي 18 ناقص 18 3 اكس. ناقص 3 إكس هل هيك انا حليت لواي ولا لازم اعمل كمان حاجة؟ كمان حاجة يلا شو بدنا نعمل هلا؟ بدنا نقسم كل شيء على ايش؟ على 3 6 على معامل واي، بنقسم على 6، بنقسم على 6، بنقسم على 6، يعني كل شيء مقسم على 6. واي او ممكن اعمل اقسم الطرفين على 6 بهي الصورة كخطوة اولى. هلا بتروح 6 مع 6، بضل عندي ثلاثة y ناقص إكس تساوي، ممتاز، 18 تقسيم 6 كديه؟ ثلاثة ناقص إكس 3 ناقص كديش 3 تقسيم 6؟ واحد اثنين ايوه دير بالك، يعني هون بدي احط هاي على اساس ما تسرعش، بدي احط هاي 18 على 6 وناقص 3 على 6، بوزع البسط على المقام. هلا بطلع الجواب النهائي 18 تقسيم 6 3 ناقص 3 على نص 6، يعني 1 على 2 اكس. هاي ها واي، اذا انا حليت لواي، ممتاز. طيب جميل جدا، هذا المطلوب الاول. لو جينا على المطلوب الثاني، لو قلت لك فايند سلوب، اعطيني الميل، اللي بيعرف يرفع ايده. يلا مين يعطيني ميل الخط المستقيم؟ يلا يا ايل، شو هو خط الميل الخط المستقيم؟ سالب نص. ممتازة، بعد ما خلي واي موضوع القانون، طبعا احنا خلينا واي موضوع القانون، لاحظوا بيجي هلا هون، بيجي بقول بعد ما عملت واي تساوي
نص اكس، عملت واي موضوع القانون، بيجي بقول معامل سين هو سلوب، هاي سلوب، سلوب بقول معامل سين، فبيجي بقول سلوب مرات برمز له بالرمز ام، كويس، وهو نفس ايه يعني فوق بيطلع نفس ايه، ويساوي نص بالسالب، هيها ايه اللي هي معامل سين لما تكون واي موضوع القانون، يعني معامل واي واحد هون، فبكون معامل سين هو ايش؟ هو سلوب الميلان. هلا لاحظوا هون الميل، الميل موجب ولا سالب؟ الميل طلع معي سالب نص، الميل سالب، مادام سالب معناته الخط المستقيم، هذا الخط يصنع زاوية منفرجة مع محور سين الموجب. بس خلينا نشوف هذا الكلام لما نيجي نرسمه، يعني هون احنا خلص جاوبنا على السؤال، هاي السؤال جاوبنا عليه جاهز. هلا بدي اجاوب على شغلة ثانية، بدي احط رقم 3، مين بقول لي رقم 3؟ find، مين بطلع لي اكس انترسبت، يعني وين الخط المستقيم بقطع محور سين اللي بعرف يرفع ايده، وين الخط المستقيم بقطع محور سين؟ يلا يا ملاك كيف نطلعها هاي، كيف نطلع اكس انترسبت؟ دائما وابدا عشان اطلع اكس انترسبت يعني بدي اشوف الخط المستقيم وين بقطع محور سين، لما بدي يقطع محور سالب سين، نص لما يقطع محور سين بروح بعوض محل قيمة واي صفر، اي خط مستقيم بقطع محور سين فالنقطة اللي بقطع فيها محور سين تبقى قيمة واي صفر، صح؟ يعني اي خط مستقيم بدي يقطع محور يعني سين، اي خط بدنا مستقيم بدي نعوض يقطع المعادلة. هون اي خط مستقيم بقطع محور سين بدي تبقى قيمة ايش؟ بدي تبقى قيمة واي صفر، صح؟ فبحط محل واي تساوي صفر وبرجع بعوض في المعادلة الأصلية، يا بعوض في المعادلة هاي بزبط يا بعوض في المعادلة الأصلية بزبط، بس لو محلكم بعوض في الأصلية لأني بلاش أكون متخربط وأنا أشتغل، فبيجي بكتب المعادلة الأصلية مثلا اللي هي 3x، مثلا المعادلة الأصلية 3x زائد 6y يساوي 18 زائد 6y يساوي 18، بيجي بحط محل y صفر فبصير الجواب 3x زائد صفر بيساوي 18، يعني 3x تساوي 18 مع إكس تساوي 6 يعني x نقسم على تساوي 3. نقسم على 3 تطلع x تساوي 6. إذا مين بقول لي شو هو ال x intercept؟ طلعت معي قيمة y صفر وقيمة x 6، يعني شو بطلع معي الزوج المرتب؟ معناته صفر بيجي بستنتج ثلاث ستة صفر 6 و0 ولا 3 ولا 6 و0 صفر ولا 0 وستة 0 و6 ولا 6 و0؟ ستة وصفر ستة وصفر ممتاز. أول شيء بنحط محور السين، هاي بحط محل قيمة سين قيمتها 6، بعدين بحط محل واي 0، ممتاز. إذا هذا اكس انترسبت بنسميه، إنه اكس انترسبت يعني معناه نقطة تقاطع الخط مع محور سين أو محور اكس إذا بدكم. طيب نشوف رقم 4، رقم 4 أعطيني واي انترسبت، مين بقول لي شو اعمل هون في واي انترسبت؟ اللي بيعرف يرفع ايده، نعوض معلش محاور صفر. معلش نرفع ايدينا، هاي في ناس رافعين ايديهم وبيستنوا الدور زي مثلا فطوم، يلا بدنا نطلع واي انترسبت، بروح على المعادله الاصليه شو بعمل؟ نعوض محل اكس صفر. بحول محل اكس صفر، لانه اي خط بقطع محور واي النقطه اللي بقطع فيها محور واي يعني نقطة موجودة على الواي اكسس، أي نقطة على الواي اكسس بتبقى فيها سين صفر، اكس صفر. طيب بروح على المعادلة الأصلية، شو اسم المعادلة الأصلية عندي أنا؟ 3 اكس زائد 4 واي تساوي 18، صح هاي المعادلة الأصلية؟ أحسن شيء نرجع على الأصلي دايما، 6 واي مش 4 ثلاثة واي، صفر 6 واي هون 6. هلا بعدين ايش بروح بعوض؟ محل سين صفر هاي بتصير صفر زائد 6 واي تساوي 18، معناتها بنقسم على 6 على 6 على واي تطلع تساوي 3 ثلاثة واي تساوي 3. إذا مين بقول لي في هاي الحالة شو هو الواي انترسبت؟ شو اسم صفر ثلاث الزوج صفر المرتب؟ ثلاث سين محل سين بحط صفر، محل صاد بحط 3، وهي بسميها نقطة تقاطع الخط مع محور واي.
ممتاز. طيب مين بتوقع مني شو رقم 5 هلا؟ مين بتوقع مني شو رقم 5؟ يعني واي واكس مع بعض لا رسام. ايوه، نرسم سكتش ذس لاين، يعني ارسم هذا الخط المستقيم. هلا انا شو بيجي بعمل؟ ما دام معي الخط المستقيم عشان ارسمه، كم نقطة بدي؟ مع نقاط كم نقطة بلزمني عشان ارسم خط مستقيم؟ تنتين نقطتين موجودات معي ولا مش موجودات؟ موجودات موجود. اكس موجودات موجود معي 6 وصفر، صح؟ هيها اكس انترسبت 6 وصفر، بيجي بقول هاي الزوج المرتب 6 وصفر، هذا الزوج المرتب، هاي النقطة اسمها 6 وصفر، ومعاي كمان هذا بنسميه اكس انترسبت، ومعاي كمان واي انترسبت 0 و3، كمان هاي 0 و3، هاي النقطة اسمها 0 و3، وبوصل بينهم. ويعطيك العافية، جاهز. بنوصل ايش؟ بنوصل بينهم. فأنا بدي اجي هلا اوصل بينهم بهي الطريقة، بيجي بقول هاي الخط، هاي احسن خط مستقيم، بمر في النقاط هذول بوصل بينهم، يعني رسم تقريبا. ففي هاي الحالة بيجي بستنتج كالتالي، بستنتج حاجة مهمة جدا. هاي رسمت هذا الخط المستقيم، طبعا شو اسم هذا الخط المستقيم؟ اسم هذا الخط المستقيم 3 اكس زائد 6 واي بيساوي 18. جاهز. تتذكروا قديش طلعنا سلوب لإله؟ تتذكروا قديش كان سلوب؟ سالب نص السلوب هون كان يساوي سالب نص. هذا سلوب سالب ولا موجب؟ سالب سالب. سالب عشان هيك بصنع زاوية ايش هون؟ مع محور سين الموجب، منفرجة منفرجة بصنع زاوية منفرجة، شايفين؟ مع محور سين الموجب. أي خط الميل تبعه سالب بصنع زاوية منفرجة مع محور سين الموجب. إذا زي ما عملنا هلا لخط مستقيم ميله سالب، بدي أعطيكم هلا مثال آخر على خط مستقيم الميل تبعه مثلا موجب. نيجي ناخذ مثال آخر مثلا، هاي اكزامبل. ومثلا لو جيت حكيت لكم خذ هاي هذا الخط المستقيم، مثلا لو جينا حكينا مثلا بدنا ناخذ هلا مثلا 2 اكس ناقص واي زائد 4 بيساوي 0. حكيت رقم 1 find slope، يلا مين بيعرف يطلع لي السلوب هون؟ اللي بيعرف يرفع ايده. اول شيء هذا خط مستقيم، ليش؟ لانه اعلى قيمه لاكس واحد واعلى قيمه لواي واحد، فيش مجال يبقى في تربيع او مقلوب او شيء، هذا خط مستقيم. This is a line. يلا مين يساعدنا ونطلع سلوب؟ يلا يا شيماء. اثنين 2. اذا سلوب شيماء بتحكي سلوب بيساوي 2، وبالتالي الجواب خطا. اللي بيعرف لازم يرفع نوجد ايده، مبدأ الكون ولا عارف؟ باي اللي لازم بيعرف واحد يرفع ايده، اللي بيعرف يرفع ايده، لازم ديروا نكتب بالكم. المعادلة يعني هاي اجابه، خلينا نقول هي ربما جاوبت بسرعه وشنصت معها، يعني انا بديش احط خطا على الاخر، بس انا بدي اجرب احكي لكم هالشغله، بدي اعدل على السؤال عشان افرجيكم شو لازم تعملوا. افرض اني انا مثلا، افرض اني انا بدي اعمل هاي الحركه على اساس اني افرجيكم ما تتخربطوش. افرض اني انا بدي احط هون رقم 4 وبدي احط هون رقم 2. يلا مين بقول لي شو السلوب؟ شيماء، شيماء اعطيني سلوب بس. شيماء بدي اجعل اول شيء واي موضع القانون ممتازة، بدون هاي الحركة ما بزبط. إذا أول حاجة لازم تقبل واي موضوع القانون. يلا شو أعمل؟ كيف أعمل أخلي واي موضوع القانون؟ بدي انقل الاكس والاربعة على الجهة الثانية يلا انقلي، فهاي سالب فنقص 4 إكس سالب 4 إكس، فبصير عندي سالب 2 واي زائد 4 بيساوي سالب تساوي 4، صح هيك؟ طيب بعدين ناقص صح بعدين ناقص أربعة ناقص أربعة ناقص 4 ناقص 4 بروح هاي مع هاي، بضل سالب 2 واي بيساوي سالب 4 اكس سالب 4. بعدين بدي أقسم على سالب اثنين بنقسم على سالب 2، بنقسم على سالب 2، بنقسم على سالب 2، شو بيطلع الجواب؟ تطلع واي تساوي اثنين اكس ناقص 2 اثنين اكس ناقص ولا موجب؟ موجب اثنين موجب 2. ممتازة. طيب أنا هلا عرفت ايش؟ عرفت انا هلا خليت واي موضوع القانون. من هاي الحالة قديش بطلع معي سلوب؟ على السريع شو بستنتج هون؟ اثنين اذا من هون بطلع السلوب اللي هو ام بدي يساوي اي اللي هو عبارة عن 2. شو رأيكم، موجب ولا سالب؟ موجب موجب موجب. موجب معناته الخط بصنع زاوية منفرجة ولا زاوية حادة مع محور سين الموجب؟ حاجة عادي. طيب ممتاز، إذا أول حاجة طلعنا السلوب، ممتاز. رقم 2
لو جيت اطلب منكم اعطيني اكس انترسبت اللي بيعرف يرفع ايده، يلا على السريع انا بدي نطلع هلا اكس انترسبت اللي بيعرف يرفع ايده، يلا يا ندى اكس انترسبت. نجعل الاكس موضوع القانون نو واي تساوي صفر. على السريع يا ندى، لما بدي اطلع وين الخط بقطع محور سين بحط محل واي صفر تمام. على السريع، فبيجي بحط ليه محل واي صفر بصير الجواب 4 و اكس ناقص 4 اكس صفر ناقص 2 زائد 4 بيساوي صفر، صحيح؟ صح، بحط محل واي بعوض في المعادلة الأساسية، هيا اللي هي بعوض. بتصير 4 اكس زائد 4 يساوي تساوي صفر، صفر بعدين ناقص 4 ناقص 4، ناقص 4 ناقص 4 أربعة اكس تساوي سالب 4، على 4 على 4 اكس تساوي سالب 1. ممتازة، على 4 على 4 معناته x تساوي ايش؟ سالب 1. إذا مين بقول لي طلعت أنا عندي زوج مرتب x تساوي سالب 1 y تساوي 0، سالب 1 وصفر، إذا شو بطلع معي أنا الـ x intercept؟ صفر وسالب 1، محل سين بحط سالب سالب 1 واحد وصفر. ومحل صاد بحط دائما الإحداث الأول لمين؟ دائما الإحداث الأول لـ هيك x والثاني لواي دائما. طيب ممتاز، طلعنا اكس انترسبت، طيب مين بقول لي شو بتوقع السؤال اللي بعده رقم 3؟ واي انترسبت. بدنا واي انترسبت، يلا مين يساعدنا في واي انترسبت؟ بيرافع ايده ما جاوبش، يلا يا ملاك. أول إشي بدنا نحط محل الصفر، محل الإكس صفر. ممتازة، واي انترسبت يعني نقطة على محور واي، أي نقطة على محور واي بتقبل سين صفر، صفر. معناتها بروح أنا هلا على المعادلة الأساسية اللي هي 4x ناقص 2y زائد 4 بيساوي صفر، وين ما في سين بحط صفر بصير هاي صفر ناقص 2y زائد 4 بيساوي صفر. شو الخطوة اللي بعدها يا شو ملاك الخطوة ملاك؟ بنحط زائد ناقص 4 ناقص 4، ممتازة، شو بضل هون؟ سالب 2 واي يساوي سالب 4، بنقسم على 2 على سالب 2. ممتازة، بنقسم على سالب 2 على سالب 2، شو بتطلع معي واي؟ 2 يوجب 2. 2. إذا شو بصير معي واي انترسبت؟ هي معي سين ومعي صاد، معناته شو بصير معي الواي انترسبت؟ شو اسمه يا؟ صفر واثنين ممتاز، محل سين بحط صفر، محل صاد بحط 2. طيب شو بتتوقع مني سؤال رقم 4 هلا؟ رسمة. بدنا نرسم صح؟ رقم 4 sketch this line، ارسموا لنا هذا الخط. طبعا الخط المستقيم عشان أرسمه كم نقطة بلزمني؟ نقطتين بتزم نقطتين، فبيجي بسوي احسن مستوى ذاكرتي هاي، بعدين ايش بيجي بقول هاي سين وهاي صاد، بيجي بعين الاكس انترسبت سالب واحد وصفر، اوكي سالب واحد وصفر، بيجي بقول هاي النقطة عندي هون مثلا، هاي النقطة اسمها مثلا هاي، مثلا هاي النقطة اسمها سالب واحد وصفر، مظبوط. والنقطة الثانية اللي هي الواي انترسبت صفر واثنين، بيجي بقول لها هاي صفر واثنين، هاي النقطة هاي اللي هون هاي صفر واثنين، هاي قيمة سين صفر وقيمة صاد ايش؟ اثنين، بعدين بنوصل ايش؟ بينهم في خط مستقيم، هذا الخط المستقيم الموصل بينهم بيطلع بهاي الصورة، يعني رسم تقريبي، فاهمين علي؟ بدي ارجع هاي النقطة اضبطها لشوي لقدام، اوكي او هيك، اوكي ما زبطتش، اوكي ولا هيك زبطت. خلص رسم تقريبي، انتم فاهمين علي، وبالتالي بدناش نخرب الرسمة، فهي النقطة هاي اللي هون شو اسمها؟ صفر واثنين، وهي هاي النقطة هاي اللي هون ايش؟ ناقص واحد وصفر. هلا النقطة المهمة جدا، لا قديش الزاوية هاي؟ سوت هاي زاوية زاوية حادة. حادة، الخط اللي بصنع الزاوية اللي بصنعها الخط مع محور سين الموجب، هذه زاوية ايش؟ حادة، وبالتالي هذا الخط المستقيم بنسميه ايش؟ سلوب، تذكروا انه هون سلوب قديش طلع معناه؟ اثنين اثنين اكس زائد واثنين، اثنين لا سلوب، سلوب موجب صح؟ اكبر من إذا أي الصفر. خط، إذا نقدر نستنتج هلا استنتاج مهم جدا، طلع كيف؟ مثلا بنقدر نستنتج الاستنتاج التالي، طبعا for any line إذا كان سلوب موجب معناته شو بيعمل اللاين؟ معناته زاوية حاد
اللاين، اللاين بصنع ايش؟ اللاين، the line makes ايش؟ makes acute angle بسموها، صح؟ acute حاد، acute angle يعني زاوية حادة. وإذا كان slope، وإذا كان slope سالب، معناته طبعا زاوية حادة مع مين؟ مع محور سين، مع محور سين يعني، فاهمين علي؟ مع محور اكس. وإذا كان slope سالب، معناته the line makes مش acute angle، بس زاوية ايش؟ منفرجة مع محور سين أو مع محور إكس، بس عشان تبقوا عارفينها. طيب جميل جدا. طب هل كده بدي أعطيكم مثال بكبه فيه السلوب له موجب وله سالب؟ example، شوفوا أحلى هالمثال. مثلا إجيت كملنا إحنا، مثلا consider this line، consider this line، خلينا نشوف مثلا y ناقص 3 بيساوي 0، وحكيت لك ايش؟ رقم واحد find slope، اعطيني slope. يلا مين راح يطلع الخط، مين الخط المستقيم هون؟ يلا شوف، يلا مين رافع ايده بيطلع لنا؟ اي جبريل، عشان اول اجعل واي محور القانون ممتاز. يلا خلي واي موضوع القانون، فواضح بعمل زائد ثلاث زائد ثلاث، زائد ثلاثة زائد ثلاثة، شو بطلع معي؟ بتصير أنا واي تساوي، لا واي ناقص ستة تساوي ثلاثة. واي ناقص 6 عمي، موجب 3 اه وسالب لا 3 بتصير 6. ثلاثة، طيب واي تساوي ثلاثة. هاي واي تساوي 3، احذري قديش السلوب، صح؟ احنا بدنا ما نقارنها، صح؟ بدنا نعملها مقارنة، صفر بدي اعملها مقارنة مع مين؟ بدي اعملها مقارنة مع واي تساوي اي اكس بلس بي. يعني انا عندي هنا الرقم، يعني انا عندي هاي بي، بس مش مبين عندي ايه. مين واحد بقول لي، دكتور، مين بقول لي قديش ايه هون؟ صفر صفر صفر، واحد. احسنتم. كيف واحد؟ لو انه واحد كان اسمها واي بيساوي اكس زائد ثلاث. يعني اه هاي، صح يعني هاي واي تساوي صفر دكتور، مضروب هذا في ايه اكس، اقتران ثابت. اقتران ثابت بالضبط. يعني هاي شكلها صفر اكس زائد ايش؟ زائد ثلاث. هاي الثلاث محلها البي، وبظل معي سلوب ايش؟ قديش الميل هون؟ الميل اللي بيساوي ايه؟ بيساوي صفر. إذا هون الميل بيساوي صفر. ما دام الميل بيساوي صفر، معناته دائما احنا بنحكي عن اقتران. شو ماله؟ اقتران خطي، بس شو نوعه؟ اقتران خطي بنسميه ثابت، اقتران ثابت بنسميه كونستانت، كونستانت اخذناه، كونستانت فانكشن، تذكروا؟ كونستانت فانكشن يعني اقتران ثابت، فيش قيم سين هون. يعني هنا واي تساوي 5 بغض النظر عن قيم اكس، كويس؟ طيب الخط الثابت واي تساوي 5 كيف برسمه؟ باختصار بيجي انا خط هلا، مستقيم بقطع الخمسة على الجهة الواي. اذا ممتازة، بروح على كلمة واي تساوي 5، اقتران ثابت دائما ايش؟ 5، لا بزيد ولا بقل، دائما 5. هيو دكتور صح؟ انت وجدتها، واي تساوي ثلاث. احنا حكينا واي تساوي 3 ولا 5؟ 3. اوكي 3، نفس هاي 3، احسنت، شكرا على الملاحظة. هاي 3، وبالتالي هاي 3، وبيجي بحط هون رقم 3، مزبوط؟ لو سألتكم سؤال تالي، قديش صورة السالب واحد؟ شو الجواب؟ ثلاث 3. إذا النقطة سالب واحد وثلاث موجودة، قديش صورة السالب اثنين؟ ثلاث 3. ثلاث ثلاث قديش صورة الصفر؟ ثلاث 3. قديش صورة ثلاث الواحد؟ ثلاث عشان هيك اسمه اقتران ثابت. قديش صورة اثنين؟ ثابت. قديش صورة الثلاث؟ ثابت. ثلاث كلهم ثلاث ثلاث ثلاث، عشان هيك اكتب اسمه اقتران ثابت على سوا الثلاث. إذا واي تساوي ثلاث. طب مين بقول لي؟ احنا ما جاوبناش، طلعنا الميل بيساوي صفر. لاحظوا الخط اللي بقوى ميله صفر، صح؟ بيكون موازي لمحور سين. إذا هذا الخط صح. موازي لمحور اكس، صح؟ اذا بقدر احط لها هنا ملاحظه، اي خط ميلو صفر، ميلو زيرو، ميلو صفر يكون موازي لانه محور، سين محور لمحور إكس. اكس. اذا اجى في الامتحان لمحور واي، بنحط جمله صحيحه ولا جمله خاطئه؟ خاطئة.
دي رباعية. واضح. أي خط ميل الصفر بيكون موازي لمحور س. طيب ممتاز. طب مين بيقول لي الخط اللي ميله صفر قديش واي انترسبت لإله؟ يعني لو اجيت حكيت لكم مين بيقدر يطلع لي هنا قديش اكس انترسبت من الرسمة وقديش عندي واي انترسبت؟ أول أولها حاجة، الصفر. أول حاجة واي انترسبت شفهي، شو الزوج المرتب اللي بقطع محور واي؟ شو ثلاثة ثلاث صفر خطأ، وثلاثة صفر صفر وثلاثة وثلاث صح، صفر وثلاثة صح. طيب هل في اكس انترسبت؟ هل الخط هذا بقطع محور سين؟ هل في لا اكس؟ لا لا يوجد، إذا هنا لا يوجد صح؟ لا يوجد find مزبوط؟ طيب أحسنتم. إذا هلا ممكن أحكي مثلا مثال آخر، مثلا كمان اكزامبل، واجي احكي مثلا خذوا لي هذا الاكزامبل اكس ناقص 5 بيساوي 0. يلا مين بيقول لي رقم واحد find slope، بدنا نطلع السلوب. واحد دكتور ايوه خلينا نشوف مين بده يجاوب يرفع ايده، بدنا نشوف زائد خمسة زائد خمسة مين بده يجاوب يرفع ايده، خلينا نشوف انه رافع ايده ما جاوبش. احمد حلايك رافع ايده، يلا يا احمد. أول شيء نحط زائد خمسة زائد خمسة طيب هاي زائد خمسة زائد خمسة، اوكي بطلع معك اكس تساوي إكس تساوي خمسة. خمسة. طيب وبعدين سلوب دكتور هو ايش معنى يعني إكس واي؟ اللي هو واحد. كيف؟ هل في عندك واي هون؟ طيب عشان نطلع السلوب بدنا نعمل مقارنة مع مين؟ بدنا نعمل المعادلة مقارنة الأساسية مع واي بيساوي اي اكس زائد بي. طب انا مش عارف احط واي موضوع القانون، كيف انت بدك تطلع السلوب وما فيش واي في الموضوع؟ لاحظ انه هنا دائما قيمة سين ثابتة صح؟ بغض النظر عن قيم واي، بغض النظر عن قيمة واي دائما سين ثابتة خمسة. مين بيعرف يرسم لي اياها هي؟ كيف أرسم خط مستقيم دائما سين فيه ثابتة خمسة؟ مين بيعرف؟ خط موازي للواي. ممتاز أحسنتي. فأنا هلا لما بدي أجي أرسم خط مستقيم تكون قيم سين فيه دائما ثابتة برسمه بهاي الطريقة صح؟ خط بكون إيش؟ موازي لمحور، بروح بروح عسوى سين، عسوى سين خمسة، هيها هاي سين الخمسة تمام؟ هيها هي هون خمسة، أسوي سين إكس تساوي خمسة. هلا مين مين بقول لي لو النقطة هاي مثلا، لو هاي واي واحد، مين بقول لي الزوج المرتب اللي هون شو اسمه؟ شو اسم الزوج واحد المرتب اللي وخمسة شو اسمه؟ واحد خمسة 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 وواحد، واحد خطأ خطأ واحد وخمسة. طب مين بقول لي لو هاي نقطة اثنين شو اسم النقطة اللي هون؟ خمسة خمسة واثنين واثنين. خمسة خمسة واثنين، أنو الثابت هون؟ خمسة السين، قيمة السين ثابت صح؟ إكس لو النقطة هاي مثلا وإكس سالب واحد، سالب قديش النقطة هاي؟ خمسة خمسة وسالب سالب واحد واحد، إذا مليان النقاط هون بتكون قيمة فيهن سين ثابتة، إذا هذا الخط المستقيم اللي رسمته هذا إكس تساوي خمسة، هاي الخط رسمناه. طيب مين بقول لي قديش الميل هون؟ بقدر أطول الميل؟ بقدر أطول في هاي الحالة الميل؟ بهاي صفر الحالة؟ صح لا، صفر بده يكون معامل موازي، اكس صفر واحد موازي، صفر موازي لمحور س، هون سلوب صفر، لما يكون صفر بيكون موازي لمحور س. هلا لما بده يكون موازي لمحور ص بده يصير الميل واحد على صفر. فهون الميل بده يصير، هون الميل احنا قلبناه، فالميل هون بده يصير واحد على صفر. واحد على صفر معرف ولا غير undefined معرف؟ undefined معرف، ambiguous undefined غير معرف. فالميل مش معرف لأي خط موازي لمحور ص. إذا هاي إكس تساوي خمسة، هاي موازي لمحور واي، ديروا بالكم كويس. وهون مين بقول لي في هاي الحالة قديش إكس انترسبت وقديش واي انترسبت؟ يلا شوف مين بقول لي، في عندي اللي بعرف يرفع ايده، مين بقول لي قديش في عندي واي انترسبت؟ يا هلا الحروف، يلا يا هلا. اكس انترسبت كدي، هلا تسمعونا؟ حلا حلا حروب مش سامع. طيب في عندنا مثلا ملاك الاكس انترسبت الخمسة وصفر خمسة وصفر، والواي لا يوجد خمسة وصفر صح، هيها خمسة وصفر، هاي النقطة اللي هون اسمها خمسة وصفر، أحسنت، اللي هي اكس انترسبت. و
واي انترسبت، واضح انه مقطعش محور واي. لا لا يوجد. يوجد، لا يوجد، ممتاز. احنا طيب جبنا 5-0. هيها، شو اسم النقطة هاي اللي هون؟ هاي النقطة اللي هون، وين الخط الزهري بقطع محور سين؟ وين بقطع محور سين؟ مش عند هاي النقطة اللي هون؟ هيها النقطة، وين بقطع محور سين؟ نسميه اكس انترسبت، نقطة تقاطع الخط مع محور سين. اوكي طيب ممتاز. هلا نشوف مع بعض كمان أمثلة حلوة. إذا بشكل عام هلا لو حكيت لكم بسرعة، نيجي نرسم مثلا سؤال سكتش، نرسم بسرعة. هلا رقم واحد نرسم بسرعة، يعني زي اكزامبل نعمل، وأحكي لك ارسم لي مثلا إكس تساوي سالب 3، مين بيعرف يرسمها شفهي؟ بدناش نعمل حاجة هلا شفهي، هاي اللي بيرسم لي إياها يرفع إيده يقول لي هاي خط موازي لمحور سين ولا موازي لمحور صاد وكيف أرسمها. يلا موازي لمحور واي. موازي لمحور صاد، بس معلش مني معلش شمال. معلش، بس معلش اللي بحكي له يحكي يحكي، معلش لأنه في ناس رافعين إيديهم ولازم نحترم اللي رافع إيديه. مثلا في عنا سلام قصاب، يلا سلام. موازي لمحور صاد، من الشمال. أوكي، إذا أنا بدي أرسم خط، هاي إكس وهي صاد، وبدي أرسم خط يكون موازي لأنه محور الصادات عسوا. ممتاز، إذا هاي عبارة عن إيش؟ هاي سالب 3، وفي هاي الحالة هاي بسميها إكس تساوي سالب 3. قديش هنا في هاي الحالة سلوب يا، قديش سلوب هون يا، شو اسمك؟ سالب 3، سلوب واحد سالب على 3، صفر. إذا هون بتحكي إن سلوب بيساوي سالب 3، شو بنحط له في هاي الحالة؟ واحد خطأ، على صفر. خطأ، واحد على صفر. خطأ، سلوب هون في هاي الحالة شو بنحط؟ بنقول غير الخط، اي خط، واحد اي خط موازي لمحور صاد عندي هون. سلوب لإله بيساوي 1/0، يعني undefined. يعني ايش undefined؟ طيب لو سألتكم قديش اكس انترسبت، سالب 3 و سالب 3. سالب 3/0، احسنت، نقطة التقاطع مع محور سين. طيب لو حكيت قديش واي انترسبت، لا يوجد، لا لا يوجد. لا يوجد، أحسنت. طيب بدي أحط سؤال ذكي، في حدا هون ذكي؟ بدي أحط سؤال ذكي، مين بحب يجاوب علي يطبع إيده. يلا شو، إذا بدي أحط رقم 2، رقم 2 بدي أحط واي تساوي 0، اللي بيعرف يطبع إيده. يلا بدناش إجابات عشوائية، ها اللي بيجاوب صح على هذا السؤال بنعمل له سقفة قوية على الشات 555، اللي بيجاوب على هذا السؤال ولا غلطة. النقد يلا الأثر. معلش، ممنوع نجاوب ملاك، ممنوع تحكي، عم يرفع ايدك. اوكي، في ناس رافعين ايديهم، مين حابب كمان يشاركنا؟ في حدا فيكم ما جاوبش؟ كلكم جاوبتوا. طيب هاي في عنا شاب اسمه محمد داوود. اوكي محمد داوود، يلا يلا يا محمد داوود، احذر يا محمد داوود، كيف نرسم واي بيساوي صفر؟ وين راح محمد داوود؟ إذا محمد داود مش معانا، بنعطي المايك لحدا ثاني. مثلا مثلا ما جاوبوش معانا وحابين يشاركوا، نسقف لإلهم. ما جاوبوش من مرة، مين ما جاوبش من مرة؟ آية صافي جاوبتي، دكتور جاوبت. جاوبت. طيب مين ما جاوبش من اللي رافعين إيديهم؟ كل جاوب. طيب طب مين، خلص خليها أنا. شو اسمك؟ ملاك. يلا أنت، يلا يا ملك، نقطة الأصل. نقطة الأصل، إذا ملاك بتكون نقطة الأصل، وبالتالي بنحط لها علامة بالأصفر هيك، محاولة جيدة يعني. دكتور خلينا نعرف. معلش معلش، نرفع ايدينا، نرفع ايدينا، فطوم رافع. الخواطر. اوكي خلص فطوم، نشوف نسمع فطوم. يا فطوم شو، كيف نرسم هاي؟ التخمت يا دكتور، بعرفش. إذا فطوم دكتور أبو نجم، التأمل، دكتور سمير، تأقلم، كيف محاولة محاولة جديدة. جديدة. دكتور معلش، على ولا مرة، ولا محور مرة راح أسمع لحدا مش رافع إيده، ما أسمعش لحدا، اللي بدي يحكي يرفع إيده فقط. فطوم خلصنا، أوكي هاي نزلنا إيدينا يا فطوم، معلش بس اللي بدي يحكي يرفع إيده ما يحكيش. محمد داود رجع، نعم محمد. أستاذ، بنرسم خط على محور الإكس. بنرسم خط على محور الإكس، هاي خط على محور الإكس، أوكي. فهاي الحالة شو بنسمي هذا الخط اللي مع محور الإكس؟
واي هون بتكون صفر. ممتاز، واي تساوي صفر هو نفسه محور سين، هو نفسه محور سين، واي تساوي صفر هو نفسه محور سين. طيب ممتاز، إذا سقف لمحمد 55 عشان تشوف. يلا 55 لمحمد، أحسنت. طيب جميل جدا، بدي أكمل. محمد كمل معروفك يا محمد، احذر قديش اسلوب يا محمد. يلا مش بس محمد، اسلوب واحد هون. اسلوب واحد، اذا محمد بيقول اسلوب واحد، وبالتالي بنيجي بنحط له علامة بالاصفر، يعني محاولة صفر. جيدة. معلش مناش نحكي دون اذن، معلش اللي بيعرف يرفع ايده. مين بيقول لي قديش اسلوب وليش؟ يلا يا اي صافي، قديش اسلوب وليش؟ بس احنا هيكل الاسلوب المفروض يكون صفر قديش السلوب يساوي صفر صفر. صفر. ممتاز، أحسنت. ليش؟ لأنه خط موازي لمين؟ لاكس لاكس خط موازي لمحور سين. أي خط أفقي، يعني باختصار يكون خط أفقي، أي خط أفقي هوريزنتال، يعني أفقي يعني هوريزنتال، هوريزنتال لاين. أي خط هوريزنتال لاين الميل لإله، الميل لإله صفر. أي خط horizontal line الميل لإله صفر، وأي خط بيكون vertical line، أي خط بيكون vertical لو line، قسمنا الرسم أي خط vertical line بيكون سلوب واحد على لإله صفر undefined، يعني واحد على بترسم على صفر. الرسم وتكتب جانب. هيو مرسوم عمي، هيو هيو خط رسمناه، بس ليش اعلم كثير؟ هيو هيو هو نفسه الاكس اكس واي تساوي صفر، هو نفسه خط افقي. ما دام خط افقي يعني هوريزنتال لاين، ما دام هوريزنتال لاين معناته سلوب له يساوي صفر باختصار. طيب مين بقول لي في هاي الحاله اللي بيعرف يرفع ايده ممنوع حدا يحكي؟ مين بقول لي هون قديش واي انترسبت؟ اللي بيعرف يرفع ايده يلا، قديش واي انترسبت؟ مين بقول لي قديش واي؟ كلكم رافعين ايديكم على فكرة. اي جبريل، قديش واي انترسبت؟ لا يوجد. لا يوجد. اذا اي بتقول لا يوجد، وبتحط لها علامة بالاصفر. كيف لا يوجد؟ ما هو قطع محور دكتور واي، أنا مش شايفين؟ ما سفر هو يا ما هو دكتور، قطع. معلش معلش معلش، بس نرفع ايدينا. يلا شاهد. دكتور احنا بنعوض بدل واي ما اكس، طلع على بنعوض الرسم، بدل، اطلع على الرسم اللي قدامك. بنعوض بدل اكس صفر عوض بالضبط. طيب. ليش؟ طب ما احنا كنا نسوي هيك فوق، موجود صح واي تساوي صفر، بس ما احنا كنا نعوض فوق، عوض ليه يا انا ما محل. اعوض؟ لا عوضي بزبط نفس الحاجة، عوض يا عم ما فيش مشكلة. هيو خذي، يلا ها حطي محل اكس تساوي صفر، كده بتطلع قيمة واي. واي ما هي ثابتة، كده واي صفر. صفر، خلص هاي النقطة. يلا في ها ولا طب فيش؟ في ولا يوجد. فيش؟ هيها سبحان الله، هيها يعني هي نحط اسمها اي نقطة صفر وصفر. بنيه لاكس. إذا صفر وصفر هي نقطة التقاطع مع محور واي، ديروا بالكم. صفر وصفر هي نقطة التقاطع مع محور واي، نقطة تقاطع محور سين مع محور واي. طب مين بقول لي قديش، مين بقول لي قديش مثلا اكس انترسبت؟ اللي بيعرف الفائدة قديش اكس انترسبت، يعني وين واي بيساوي صفر بقطع محور سين؟ وين فكركم؟ كم نقطة فكركم بقطع محور سين؟ كم نقطة؟ نقطة واحدة ولا ثنتين ولا ثلاث ولا عدد كبير؟ مش لا نهائي، عدد لا نهائي. عدد لا نهائي من النقاط. إذا هون الإكس انترسبت عدد لا نهائي من النقاط. ملان، ممكن شلون نكون تقول انت؟ عوضناها في حطينا واي يساوي صفر. حط واي تساوي صفر بتطلع، يعني حط، ما هي دائما واي تساوي صفر. خذ اكس تساوي، لما تاخذ واي تساوي صفر، هاي واي تساوي صفر لكل قيم اكس، واي تساوي صفر فور اول اكس. معناته ملان في ممكن عندي تحلها؟ نقاط، معناته ملان في عندي نقاط ايش؟ مشتركة بين واي تساوي صفر ومحور السينين، هو نفسه اصلا. يعني لو واحد حكى لي اكس انترسبت هو نفسه محور سين، بحط له صح. فبس هذول الحالتين الخاصات اللي حبيت اناقشهم معكم، واي تساوي صفر. في كمان عندي رسمة رقم ثلاث اللي هي اكس تساوي صفر. يلا مين يرسم لي اكس تساوي صفر؟ يرفع ايده. مين بقول لي كيف ارسم اكس تساوي صفر؟ شو رايكم؟ أنا
يلا هاي احنا هون اكس، هاي عندنا هون واي، وهلا بدنا نرسم اكس تساوي صفر. مين ما جاوبش معنا؟ يلا يا ما بعرف ندى، يلا بنرسم الخط على محور الواي، يعني ممتاز. الأفق هاي اكس تساوي العمودي. صفر، اكس تساوي صفر يعني اللي هو محور واي، صح؟ ممتاز. مين بقول لي قديش السلوب يا ندى هون؟ السلوب undefined. undefined، ممتاز. طيب احذري قديش اكس انترسبت؟ وين اللي هي بقطع؟ نعوض من محل واي الرسمة صفر. قدامك، قدامك من الرسمة، وين بقطع محور سين؟ هذا الخط تمام، الأزرق، اللي هو في أكثر من نقطة. فأكثر من نقطة بقطع محور سين. أعطيني أكثر من نقطة. صفر اللي هي بس واحدة، وين الخط صفر اللي وواحد، الصفر والواحد؟ هاي الصفر صفر والواحد، وصفر. هاي صفر وواحد. هل هاي النقطة موجودة على محور سين؟ لا لا، صفر صفر. فيش غيرها، صفر وصفر، صح؟ فيش غيرها. تمام. بس لو حكيت قديش واي انترسبت، شوف هاي الحالة اللي صار معي، هاي أكثر من نقطة. هاي عدد لا نهائي، وهي نفسها ايش الواي اكسس، يعني كل النقاط اللي على الواي اكسس، ملايين النقاط هون مشتركة بين واي تساوي، بين اكس تساوي صفر ومحور واي. وحطينا الميل اللي عندي فايند لانها واحد على صفر. نعم، هلا بحكي لك ليش واحد على صفر. بدي اشرح لك كمان ملاحظة مهمة، ومن خلالها بنعرف ليش الميل بيكون واحد على صفر. لانه لو اخذت اي نقطتين هون، خذ اي نقطتين مثلا، لو اخذت هاي صفر وواحد، واخذت هاي مثلا مثلا صفر واربعة، منيح كويس مزبوط، هذول النقطتين على محور واي. صح. هلا لو جيت حكيت لك انا مثلا تعال نشوف مع بعض، مش السلوب احنا عندنا، هاي عندي هون صفر وواحد. هلا السلوب شو بيساوي؟ مش بيساوي سلوب فرق ايش؟ فرق فرق الصادات على فرق السينات، صح؟ راح نعلمكم اياه. فهون صاد بيطلع اثنين معي ناقص صاد واحد واي على اثنين ناقص واي واحد واحد. على اكس اثنين ناقص اكس واحد، صح؟ فهي بالضبط. لو كنا هاي اكس واحد وهاي واي واحد، وهي هاي اكس اثنين وهي هاي واي اثنين، هاي كتلة ما تيجي تعوض في يعني المقام، أربعة ناقص بطلع واحد. صفر ناقص صفر. فهمت علي؟ بالضبط. هاي اربعة ناقص واحد، فبطلع السلوب بطلع معك ثلاث على صفر. هل مسموح لك تقسم اشي على صفر في المقام؟ لا عشان لا، هيك مين انكلس meaning list اوف بالضبط. يلا ديفاين. هيها meaning list، meaning list فيش لها معنى، يعني undefined. بينما لو رحت على خط افقي، خذ اي خط افقي بدك اياه، مثلا زي هذا الخط اللي هون مثلا، تعال خذ هاي النقطة مثلا، هذا الزوج المرتب اللي هون اسمه واحد وثلاث، هذا الزوج المرتب اللي هون اسمه ثلاثة وثلاث، تعال طلع السلوب، طلع السلوب بيساوي فرق الصادات على فرق السينات، ويساوي واي اثنين ناقص واي واحد لا اكس اثنين ناقص اكس واحد، ويساوي قديش؟ هاي اكس واحد واي واحد، هاي اكس اثنين فرع هاي واي عدد اثنين، راح يطلع معك ثلاثة ناقص ثلاث على ثلاثة ناقص واحد، راح يطلع معك فوق صفر وتحت اثنين، قديش صفر تقسيم اثنين؟ هاي صفر، صفر. هاي الميل صفر صفر. إذا أي خط موازي لمحور سين ميله صفر، وأي خط موازي لمحور صاد ميله undefined. فهاي الملاحظة اللي حبيت نختم فيها. هلا راح أوقف هون، وإن شاء الله المرة القادمة بنكمل شرح في هذا السكشن، لأنه شوي طويل ولكنه مهم جدا. أتأمل تكون الصورة واضحة للجميع.